السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم اخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم رجعنا وياكم فيديو جديد وبوصفة جديدة. اليوم راح نسويكم اطيب كوكيز بجوز الهند بطريقة كل سهلة وبسيطة والطعم ولا اروع. طبعا كوكيز يجنن، مقرمش وهشي خبل. تعالوا يانا نشوفكم المقادير. عندنا كوبين من جوز الهند اي المبروش، كوبين طحين صفر، وكوب من الشكر، وحبة بيض وحدة، ونص باكيت من الزبد، وكيس بيكنج باودر، وهاي كيسين فانيلا. عندنا هنا كاسة نضيف بيها أول شي جوز هند أو المبروش، ضفنا الكوبين وهذا الطحين، كوبين من الطحين من الخلاط. نضيف عليه كوب الشكر. بنات الكوب اللي تستخدمونه لازم يعني نفس الكوب اللي نستخدم بيه الطحين والمبروش والشكر. وهنا حبة البيض، طبعا حبة البيض بدرجة حرارة الغرفة. وهذا الزبد، طبعا مسبقا طلعتها من برا بس شوية الجو بارد وظل يعني محافظ على. هنا عندنا ضفين الفانيلا اللي ضفناهم، ونبدي بالعجن ومرة نخلطهم. شوية قلت لكم الزبد، يعني أنا طلعتها برا بس شوية جو بارد، شوية ظل لازم نفسه. أول مرة أعجن البيض شوية شوية، أقسم بالزبد طبعا بس بالبداية يعني تحسون القوة، بس شوية بالعجن شوية شوية هو راح يمو. بنات بس ترى ما يصير تسيحونه لأن يخرب وياكم بعد ما يتماسك، لازم يكون يعني هيج شكله. استمر بالعجن بهاي الطريقة. بعد ما احصل على هاي العجينة المتماسكة هي راح تكون شوي بها قوة، بس هو هذا المطلوب، لا تخلوها تصير لينة. شوفوا بنات يعني بحيث من يشكلونها كرات تشكل بكل سهولة. شوفوا بنات عجينة كلش حلوة ومتماسكة. تعالوا ويانا هسه نشكلها على شكل دوائر بهاي الصينية. انا حاطة هنا ورق زبدة وابدي اشكلها على شكل كرات، ما افرشها، بقيها على شكل كرة لان هي بالشاور شوية راح يعني تنزل. وبقي مسافة بين حبة وحبة لان راح تنفش عندي ويصير يتلاصق ويانا. شوفوا بنات هذا الحجم كل زين وبقي مثل ما هو. شوفوا بنات بكل سهولة تشكل عندي. أنا راح استمر بهاي الطريقة لحد ما أخلص العجين هذا اللي عندي كله. مثل ما قلت لكم تركوا مسافة بين حبة وحبة، نرجع لكم بعد ما نخلص تقطيع العجينة. هنا بعد ما خلصنا شوفوا بنات المسافة شقداني تاركة بيناتهم. هسه أدخلهم على الفرن درجة حرارة 180 من فوق ومن جوا مشتغل، وارجع لكم ان شاء الله بعد الشوي. هذا بنات الشكل النهائي بعد مرور تقريبا 11 دقيقة الى 12 دقيقة. اذا تحبونها شوية بعد تكون مقرمشة اكثر بقوها انه في دقيقتين. وهذا الشكل النهائي بعد ما خليناه بصحن التقديم. اتمنى يا ربي يعجبكم وينال رضاكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل شيء جديد انزله على القناة. مع الف سلامة.